1985 من ينسى ذلك الموعد لعشاق ومحبي حمام الأنف حينما كانوا أبطالا لكأس تونس من أمام الإفريقي بركلات الجزاء. لديهم ذكريات ولديهم أيضا مواعيد كبرى من خلال هذه البطولة. موعد آخر كان الأخير وقبل 17 عاما من الآن. متى شلون كيف وديني على انيس بن شويخة وذكرني بوليد الشريف وقل لي ما الذي قام بفعله حمام الأنف ليكون